أي تمثيل. ما في عنا مدرسة للأفلام في غزة. تطلع مباشرة، حتكونوا مصورينك من الزاوية هذه. تعلمت من خلال الممارسة. ادخل في الكاميرا بالفيلم. صرت مصور الشلة. كنت دائماً بحب أوري جمال غزة للعالم. حسبي الله، ترى النخلة كلها هائلة. كل حاجة تغيرت بعد ما بلش عدوان جديد على غزة. اتطوعت مع وحدة الإسعاف، بس حسيت إني لازم أحكي قصتي. يا أخو ماش عارفين الفجوة. قررت إني أعمل فيلم عن 51 يوم اللي قضيتها مع وحدة الإسعاف. And I'm very pleased to introduce Andy Ricks. A film that had incredible integrity and personal commitment. The winner is Mohammed Jabali for Ambulance. Mohammed came to be with us in Tromsø for 1 month. بأول ليلة وصلت فيها على ترومسو بأقصى شمال النرويج، كانت الدنيا عتمة وبرد كتير. لا يا زلمة، يعني أنا مثلاً عد أنا حرجع غزة طبعاً. أنت عمر المبر لسه مسكر؟ اليوم هذا اليوم؟ ايوه هذا الكلام اليوم. مشكلة. المعبر ضل مسكر. سامحيني يا ماما، اعطيتك يا امي حضن لمدة شهر. I got a call from the police. Fuck. اجاني رفض الفيزا. اول مرة اعرف انه غير معترف فيه كفلسطيني. This is the final decision. Yeah. It's not good. Basically, if you don't have any rights. Yeah. The next step would be to leave Schengen as soon as possible. And no choice. And I don't know where to go. ماما، صار لي 7 سنين من آخر مرة حضنتكم فيها. I'm gonna fight it.